ورشة التشاور هي مفتوحة حول الدولة الاجتماعية أو تكريس مفهوم الحقيقي للدولة الاجتماعية. سيد الوزير، في ذلك برامج على امتداد الحكومات السابقة لمست طبيعة الحال هذا الجانب الاجتماعي، كان لعب فيها التعاون الوطني والوكالة الاجتماعية دور، المجلس الجهوي مشكور لعب فيها دور كبير، المجالس الإقليمية وجامعة الترابية وكل وكالة المتدخلين. المطلوب اليوم سيد الوزير أن توجد بين برنامج مهم، برنامج حكومي مهم من أجل تخفيف الوطأ على الناس اللي كتنال منهم الهشاشة لوضعية صعبة. هذا شيء جميل سيد الوزير، ولكن هذا يتوقف. احنا في جهة الداخلة والذهب عندنا مجموعة من المجتمع المدني التي تعمل بجد وبتفاني، ولكن دائما المشكل يخليها يعني ما تقوم بالدور المنوط بها في أحسن ظروف هو قلة الدعم، قلة المواكبة، التكوين، التأهيل. هذه البرامج سيد الوزير هي مهمة، ولكن خاصكم تعملوا انتداب راكم. لحتينا واحد الإشارة عنك في إطار مشاركة مع السيد رئيس الجهة على أنه هنالك برنامج توسع من 800 مستفيد إلى 3000. مشكور سيد الوزير، هذا شيء مهم مهم، ولكن اللي نطلب منه هو توسيع المسار، لأنه بعض البرامج اللي كيكون فيها متدخلين خارجين عن الوزارة، خارجين عن الجهة. على سبيل المثال وكالة تشغيل كفاءة طلابيك اللي كانت عقدت واحد البرنامج كان في السنوات الماضية، جمعية راح حاضر اللي كانوا عليهم هذا المشكل. إذا خاصكم سيد الوزير البرامج اللي غادي يديروا مع الجهة يكونوا متدخلين معكم، مبسطين المساطر من أجل تمرير الاتفاقيات واستفادة المستفيدين وجمعيات باش يتمكن منها تنزل البرامج ديالها بكيفية صحيحة. كيف ما قلت لكم على أنه عنده مجتمع مدني فعال، هذا السيد الوزير تم تتويجه يوم الثلاثاء الماضي باستفادة جمعية طيبة على الصعيد الوطني للمركز الثاني على الصعيد الوطني للمرأة المتميزة. هذا الشيء. احنا سيد الوزير عندنا جمعيات من هذا النوع، كاين هذه الجمعية وكاين جمعيات من غيرهم، ولكن كيف ما نقول خاص شوية ديال الإعانة، خاص شوية ديال الدفع. احنا محليا برئاسة الجهة، برئاسة المجالس الإقليمية وجماعات الترابية، رانا الإشارة سيد الوزير، شوفوا غير اللي عندكم انتوما، احنا ننتظروا غير الدعم ديالكم والدعم ديال الحكومة. شكرا سيد الوزير.